السلام عليكم، وصحة فطوركم وصحة صيامكم، وإن شاء الله تقبل الله منا صيامنا. واليوم رحوا للملعب الدويرة، حيث أنه وقف الوزير البارح، يعني في زيارة تاع البارح، وقف على الأشغال نتاع الملحقات تاع الملعب نتاع هذا الملعب تاعو على الدويرة، وكذلك على أشغال تاع الطلاء تاع يعني تاع الملعب الطلاء الخارجي. نخليكم تشوفوا، يعني بعد ما شفنا البارح شفنا الأشغال الداخلية تاع الملعب، اليوم نشوف الأشغال الخارجية. نخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.